هذا هو الدرس الرابع من سلسلة تقديم استخدام نظام ويز آي كيو. دخلت الآن مرة أخرى إلى علي باستخدام حساب الطالب. كان المحاضر قد بدأ اللقاء، فأنا الآن كطالب أستطيع أن أتبع رابط اللقاء، أن أدخل أو أنضم إلى اللقاء باستخدام هذا الزر Enter Class. أواجه نفس الخطوات التي واجهها المحاضر من قبل لأول مرة، إما أشغل فقط لهذه المرة أو أحدث المكون. أضغط على زر Allow لأستطيع استخدام المايك والكاميرا إن سمح لي. فأنا الآن في وسط الفصل، في وسط اللقاء. كنت سابقا قد قمت بتجارب بسيطة، فكتبت هذا في السبورة وكتبت بعض الحوارات. كطالب في هذه الشاشة أنا أجد في قائمة المشاركين اسم المحاضر، هذا هو اسم المحاضر. لا أملك استخدام المايك ولا أملك استخدام الويب لأنني لا أملك واحدا. أملك استخدام القلم لأن المحاضر قد منحني هذا. سنرى كيف يمنح المحاضر هذه الصلاحية، استخدام القلم واستخدام المايك، وكيف ينزعها. في هذه الحالة لا أملك حتى تفعيل هذه الخصائص، هذه الخصائص من صلاحية المحاضر. أستطيع تبادل الرسائل كالعادة. إن كنت أستطيع استخدام السبورة فإنني أستطيع مسح هذا الكلام على سبيل المثال. سأنتقل الآن إلى شاشة المحاضر لنرى منظور المحاضر. هان الآن في شاشة المحاضر. المحاضر بالمثل يرى في قائمة المشاركين رقم الطالب. يرى رقم الطالب بالإضافة إلى أزرار مقابلة. هذه الأزرار بواسطتها يستطيع أن يمنح أو أن يحرم الطالب من استخدام هذه الميزات. فإذا كان المحاضر هنا قد نقر على زر استخدام القلم، فإذا نقر مرة أخرى مجرد نقرة نزعت هذه الصلاحية. إن انتقلت الآن، وأنا الآن أنتقل إلى شاشة الطالب، أجد أنه لا يستطيع في هذه المساحة لا يستطيع استخدام السبورة. أنتقل إلى شاشة المحاضر مرة أخرى. أنا الآن في شاشة المحاضر، أستطيع أن أمنح الطالب أيضا ميزة استخدام المايك بالنقر على هذا الزر، أو ميزة استخدام القلم بالنقر على هذا الزر. أستطيع المشاركة في الحوارات وأستطيع استخدام السبورة بالإضافة إلى بعض الميزات. على سبيل المثال أستطيع مشاركة الطلاب بملف PowerPoint على سبيل المثال عرض. انظر إلى هذا الزر Upload from Desktop. هذا الزر يمنحني خاصية تحميل ملف من جهازي الخاص، الذي بجانبه يمنحني خاصية استخدام ملف في مكتبة. لن نتعرض الآن استخدام مكتبة، ولكن هناك مكتبة نستطيع أن نتشارك فيها بالملفات ثم نستخدم الملفات من هذه المكتبة. لكن لنفترض أنني أملك ملف عرض في جهازي الخاص، فأستطيع استخدام هذا الزر لأستعرض الملفات في جهازي. ممكن أن أختار ملف PowerPoint على سبيل المثال، هذا الملف. سأخذ بعض الوقت من أجل تحميل هذا الملف إلى خادم الشركة المستضيفة أو الشركة المزودة للخدمة. سيأخذ هذا بعض الوقت اعتمادا على حجم الملف، لكن بعد تحميل الملف أستطيع أن أشارك هذا الملف مع أشارك الطلاب هذا الملف. سيرون هذا في الواجهة البيضاء، في هذه المساحة البيضاء. مرة أخرى ظهرت هذه الرسالة تدل على أن الفصل قد قارب وأوشك على الانتهاء ولم يبقى إلا 5 دقائق. أستطيع تمديد فترة الفصل لمدة 15 دقيقة أخرى وينبهني قبل 5 دقائق، ثم أضغط أوكي. أقف هنا بإذن الله إلى أن يتم التحميل، ثم أتابع في الدرس الخامس إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.